بسم الله الرحمن الرحيم. شهيد آخر على طريق الكرامة، وقربان لتحرير الأرض، وشهيد وفي لقافلة الشهداء، وشهيد لتحرير تراب الوطن، وشهيد آخر ليس آخر شهيد في معركة الحق والباطل. إنها معركة حامية، فيها يرتفع الشهداء إلى السماء، وفيها سينال الظالمين والقتلة الخزي في هذه الدنيا. شهيد فاز وشهيد استبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ذلك فوز، وذلك خلود، وذلك انتصار، وذلك جزاء أوفى من الله. جزاء ليس في هذه الدنيا، وجزاء ليس من القتلة، وجزاء ليس من الظالمين. فمرحى للشهداء، ومرحى لقافلة الشهداء الذين بهم سينتصر الوطن، وبفضل دمائهم سيسجل التاريخ هذا الانتصار، وبفضل عطائهم ستقر أعين المؤمنين يوما بإذن الله بخزي هؤلاء الظلمة وبخزي هؤلاء القتلة الخليفيين. الشهداء لن يموتوا، وإنما الشهداء يخلدوا وتحفر أسماؤهم في كل مكان، وترفع صورهم في كل مكان، ويثبت أقدام الثوار والمجاهدين في الميادين وفي الساحات، لأن ينطلقوا ولأن لا يتوقفوا. شهداؤنا فرحين، شهداؤنا أعطوا كل ما لديهم وضحوا بالغالي والنفيس، وبقينا نحن نتحمل هذه المسؤولية لنكون أوفياء لهم. الخليفيون مصيرهم الهزيمة، ومصيرهم الخزي، ومصير البحرانيين الثوار الذين يسيرون على طريق الشهادة وعلى طريق الشهداء انتصار إلهي حتمي سيأتي في يوم من الأيام. لن تنفع آلة القمع، ولن ينفع الدعم الإنجلو أمريكي، ولن ينفع الأضاليل الإعلامية، ولن تنجح المؤامرات والمكائد التي تحاك ضد هذه الثورة. هذه الثورة رويت بعطر دماء الشهداء، وهذه الثورة محفوظة من السماء، لأن الخليفيين فيها أعلنوا عداءهم لله. إذن بهذه الدماء، وبهذا الثبات، وبهذا الجلد والشموخ من داخل السجون ومن كل طبقات وشرائح الشعب البحراني، نحن على خطى الانتصار. أما ما يحاك ضد الثورة ف هناك من يترصد له، وهناك من يحبطه. أولا، هناك تسديد سماوي للثوار، وهناك وعي ثوري في مختلف أرجاء البحرين يردد الصدى في كل يوم وفي كل حين. يسقط حمد الجزار ويسقط حمد القاتل، ولن يحكمنا آل خليفة بعد هذه الجرائم التي ارتكبوها. هذا قرار شعبي ختم بحبر الدم، ولن تمحيه أي ممحات غربية أو تسوية سياسية أو توافق، لن يحظى بقبول شعبي.